الأمريكي يعني تكرر بلغة مختلفة في أكثر من موقع وأكثر من مناسبة بالنسبة للرئيس الأمريكي تحديدا أوباما. هل تعتقد أن هذه التصريحات بين قوسين الضاغطة باتجاه إحداث إصلاح داخلي في المملكة السعودية يمكن أن يجد له صدى ما، خاصة بالإشارة أيضا هنا إلى ما ذكرته بعض الصحف البريطانية بأن المملكة على وشك تنفيذ إصلاح أو تغيير وصفته الصحيفة بأنه غير مسبوق في داخل المملكة، قد يطال أمور اجتماعية، السلوك الاجتماعي، وبالتالي إحداث تغيير في البنية ربما الدينية المصدرة أو التي نعم، تتهم بأنها مصدر للإرهاب. كيف تعلق على الاستجابة السعودية لدعوات الإصلاح الغربية؟ لا أنا أعتقد حتى حدث النوع من الصميم من الانفتاح في عهد الملك الراحل عبد الله، وكان ثم خطط كامل أنه خالد التويجري متعب بن عبد الله كان ممكن أن يذهب في إطار تهيأ إلى مملكة دستورية، والنوع من الإصلاحات ووعد المرأة بأنها ستقود سيارتها ونوع من الانفتاح الليبرالي. الآن بالعودة القوية للإصدار إلى الحكم تم شطب كل شيء، الآن ثم تشدد بالعكس يقوده محمد بن نايف وزير الداخلية، وهو معروف بالتحالف التقليدي الكلاسيكي مع التيار الوهابي المتشدد، بل أن إصدار بشكل عام كجناح في العائلة الحاكمة معروفين أنهم تحالفوا تاريخيا مع التيار الوهابي. لا هذا لا يعني أنهم غير ليبراليين في حياتهم، في حياتهم يعني ربما أكثر حتى من الليبراليين، لكن كتحالفات سياسية تحالفوا مع هذه التيارات المتشددة. لا نرى أي أفق لإصلاحات، وثم خوف من الإصلاحات، لأن الإصلاحات مغامرة قد تؤدي إلى مملكة دستورية، إذا أدت إلى مملكة دستورية ودمقراطية ممكن تفتح كل الملفات، ملفات العمولات حول الأسلحة، من أين لك هذا إلى آخره. لكن الوضع السعودي الآن دقيق جدا، انهيار أسعار البترول، فالميزانية ستنخفض بشكل كبير، التورط في حرب اليمن ونفقات الأسلحة، وأمريكا شجعت حرب اليمن باعتبار أنها ستبيع سلاحها، ثم بزنس، ثم أموال ستدخل إلى اللوبي العسكري الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية الذي سيستفيد من حرب اليمن. لكن السعودية تخسر من ميزانيتها، قريبا ستصبح الدولة تبحث عن الديون لتغطي العجز في ميزانيتها، مع الصراع الحاد والعنيف داخل الأسرة الحاكمة. أعتقد أن محمد بن سلمان وهو صغير السن يواجه بلوبي كبير جدا، الآن أصبحت أسماءه معروفة، ثم تيار من الشباب الأمراء السعوديين مثل سعود سيف النصر، وشخصيا التقيت به وتغديت معه في جنيف وحكى لي الكثير. هذا التيار يدعم مثلا أحمد بن عبد العزيز ليكون ملكا شرعيا، لأنه أقل فسادا، لأنه أكثر عدلا من إخوانه وأبناء أخيه. أما أن محمد بن سلمان وهو صغير السن الذي غامر بجيشه وشعبه ووطنه في حرب يبدو لا فوق لها، حرب عبثية، هو يبحث عن كاريزما، يريد مثل نابليون بونابارت، لأن الشخصيات التي تعيش تجربة الحروب تخرج كأبطال، فبالتالي لديها رأي عام كبير لصالحها، لعب على هذا الوتر، لكن سينقلب عليه ذلك باعتبار كما قلنا صغر سني، رفض جزء كبير من العائلة، ثم الحرب هي مأساة تراجيديا ولا يوجد فيها فوائد. ولكن يعني في المقابل دكتور، هناك وجهة نظر تقول بأن يعني بالنظر على الأقل إلى بنية الداخل السعودي فيما يتعلق بتقاطع المصالح من ناحية الأمراء، وأيضا بالنسبة إلى سيرورة الدولة الداخلية، بنية الدولة في المملكة هي أمام خيارين إذا جاز التعبير، إما أن تتصلب أكثر ببنيتها التقليدية إثر تحالفها مع يعني المؤسسة الدينية المغلقة الوهابية، أو أنها تحدث ثغرات انفتاح محدود ومقنن وتحت النظر وتحت الإدارة المشددة، وبالتالي فإنها تستطيع أن تستمر أكثر بالخيار الثاني. وهذا كما تقول بعض التقارير ما أخذ بعين الاعتبار في المملكة لدى حكام المملكة الحاليين، وأنهم على ضوء ذلك بإزاء إحداث هذا التغير، لا سيما إذا لاحظنا يعني لأول مرة نجد أن المؤسسة الدينية يعني على مستوى المفتي، مفتي المملكة، يتحدث عن أن تنظيم داعش خوارج، ويدين كل هؤلاء المتطرفين ويدعو إلى يعني الشباب، يدعوهم إلى التخلي عنهم وعدم الاستماع إليهم، وبالتالي وجدنا هناك يعني خطابا يواجه ما يسمى ببؤرة الإرهاب المعولم المتمثل في داعش. ألا يمثل هذا تغيرا؟ أنا لا أعتقد، باعتبار أن أعطينا الكثير من الوثائق والحجج التي تؤكد أن السعودية وراء داعش. هي ما هي داعش من ناحية الإيديولوجية البحتة؟ داعش هي بنت القاعدة، نعم، القاعدة بنت من؟ بنت الوهابية.
القاعدة هي مزيج بين الوهابية السعودية المتطرفة والجهادية المصرية بقيادة أيمن الظواهري. نعم. فانتجت القاعدة. القاعدة نعرف من أسسها في أفغانستان، تركي الفيصل والمخابرات السعودية. ثم إيديولوجيا ما هي القاعدة؟ هي امتداد للوهابية، امتداد للتيمية، امتداد لعصر الظلام والانحطاط من سقوط بداية سقوط الدولة العباسية. نعم. وترهل أيام المعتزلة لم تكن هناك تيمية أو وهابية، كانت هناك عقلانية عربية منتشرة في وصلت أوج قوتها مع الدولة العباسية، مع الرشيد والمأمون، ومع اختيار المعتزلة كفكر رسمي للدولة. إذن إيديولوجية القاعدة، إيديولوجية داعش هي الوهابية. أعطيك أكبر مثال ذلك، تحطيم الأثار. منذ متى الدول العربية الإسلامية تحطم الأثار؟ لا الدولة، لا الخلفاء الراشدون، ولا الأموية، ولا العباسية، ولا الفاطمية، ولا الأيوبيين، الموحدية، الحفصية، في كل مكان. الأندلس لم تخرب أبدا لا أثار عربية إسلامية ولا أثار بوذية كتمثال بوذا فرانستاين، ولا أهرامات، ولا أثار الموصل، ولا أثار تدمر. من أين جاءت فكرة تدمير الأثار؟ مع الوهابي، حينما دخل آل سعود وقوات الإخوان مكة حطموا الأثار، منازل الصحابة أزلوها، لم يتركوا شيئا تقريبا إلا الكعبة والحرم إلى آخره. إذن معالم مكة الروحية تم إزالتها. تصور أنت الفاتيكان، نعم، تدخل قوات إيطالية أو الفاتيكان ويزيلون الفاتيكان ويبنوا مكانه ماذا؟ محلات بيتزا وفنادق خمس نجوم. هذا ما حدث في مكة. فنادق خمس نجوم عوضت الأثار الإسلامية، فقدت مكة روحانيتها. هي النكبة للتاريخ الإسلامي، النكبة لعلم الأثار. نعم. هذا الفكر الداعشي، هي نفسها داعش. نعم. تحمل، هي ضد التاريخ. ولكن يعني أنت دكتور يعني متخصص بالفكر و